السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، تحياتي لكم جميعا. كنحيي لكم كل واحد باسمه في اي مكان كنتو. ازول في اللون، في هذا الفيديو هذا بغيت نتكلم على واحد الراجل اللي فين ما كنطلع للطياره اولا كنشوف النظار كنتفكر. هذا الراجل هو عباس بالفرناس. عباس بالفرناس واحد العالم امازيغي اللي تولد سنه 810 وتوفى سنه 888 ميلاديه. عباس بالفرناس هو عالم رياضيات وفلكي وفيزيائي، ومع ذلك كان عنده الوقت باش يحاول يطير. فكان اول واحد في التاريخ زرع فكرة الطيران لدى الانسان. وكلكم كتعرفوا ديك القصة الشهيرة اللي قال لك طلع فوق واحد الصومعة وركب الريش وبغى يطير، ولكن مع ذلك طاح تهرس، وشي واحدين كيقول لك راه مات في ديك المحاولة لانه انسى الديل. وهذه القصة هذه اخذت يعني بعين السخرية وبدو كيستهزئوا منها ولا اخره من هذا الكلام. لكن الغرب عرف شكون هو عباس بالفرناس. وعباس بالفرناس راه ما عندوش غير ديك محاولات الطيران، بل عنده عدة اختراعات ثورية في تاريخ البشرية اللي مازال البشرية لحد الساعة كتستفد منها. وانا بدوري فاش كنت كندير واحد البحث على عباس بالفرناس تفاجأت من دوك الاختراعات اللي قام بها واللي مازال كما قلت لحد الساعة مازال البشرية كتستفد منها. اول شيء في الرياضيات هو اللي ابتكر نظام العشري في المات. كما ان اي واحد دابا في العالم عنده ضعف البصر وكيركب نظارات فخصو يشكر عباس بالفرناس لانه هو اللي اخترع النظارات الطبية. كما انه استطاع يصنع الزجاج من الحجارة ماشي من الرملة، وصنع واحد الساعة مائية رهيبة متقدمة بزاف اللي اسمها الميقاتة. كاين دابا حاليا في بعض المكاتب واحد الشكل كيتوضع للزينة، خصوصا في المختبرات او لا في المكاتب ديال الابحاث العلميه ديال واحد الشمس كيدور عليها واحد الحلقات ديال الكواكب. فهذا اللي صنعو هو عباس بالفرناس. العجيب في الامر يا اخواني ان ستيلو باش كنكتبو اللي فيه الامداد لداخل اول واحد صنعو في التاريخ هو عباس بالفرناس. واحد المره كنت كندوز واحد ستاج ديال صناعه الافلام في مدينه كولن. فواحد المرة جلس في البيرو ديال المدير، إذا أثار انتباهي عنده فوق المكتب واحد الجهاز اللي فيه واحد الإبرة كتحرك بحال هكا. فهذاك الجهاز يعني أثار انتباهي بزاف وأثار فضولي، فسولت المدير قلت ليه شنو هو هذاك، فقال لي هذاك سميتو الميكرونوم. والجهاز هذا هو جهاز رئيسي ومهم بزاف في الميدان ديال الموسيقى. والجهاز هذا هو اللي كينظم او اللي كيحاكي النبضات الموسيقيه او النبضات الصوتيه ديال الالات الموسيقيه. كما انه اخواني الكرام كان اول واحد صنع القنابل المسيله للدموع. وكنا كنعرفوا ذاك العصر ديال الاندلس اللي كانت فيه حروب ومعارك مع الغرب، فابتكر هاد الوسيله الحربيه باش يهاجموا على الاعداء ديالهم. وكذلك صنع اله لتقطيع الكريستال اللي من بعد فاش دخلوا الصبليون ودخلوا الاوروبيين الاندلس خداوها وطوروها ومازال كيستعملوها لحد اليوم. فهذا هو عباس بالفرناس اللي من صغرنا وكنا كنستهزئوا به وكنا كنضحكوا عليه على ديك المحاوله ديال الطيران، لكن كان هو عنده عده اختراعات وعده ابتكارات اللي كما شفتوا مازال الدول الغربيه الاوروبيه لحد الساعه مازال كتستعملها ومازال الانسانيه كتستافد منها. فاحنا احنا ما تربيناش باش نقدروا العلماء وباش نحترموا العلماء، ماشي العلماء اللي ديال العلوم الشرعيه ديال الدين، لكن العلماء اللي قاموا بمجهودات قاموا بتضحيات كبيره باش يفيدونا وباش يحسنوا حياتنا ويخليوها أكثر راحة. فهذا هو العالم الأمازيغي عباس بالفرناس. تحياتي لكم يا إخواني، وأنا نعود فيديو جديد وصحة فطوركم.